نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقة انه طول الوقت بنتكلم على نجومنا اللي فرقونا، ولما بنشوفهم في اي عمل فني هم قدموه بنسعد بيهم وبنتذكرهم ونحكي عن اعمالهم ونحكي عن السنين الكتير وبداية المسيرة وازاي امتعونا طول المسيرة الفنية دي. والحقيقة كمان لما بنتكلم عن احد العمالقة في الفن المصري بيبقى جوانا ذكريات كتيرة وأعمال كتيرة كنا قاعدين وبنتفرج وبنستمتع بيها وبتفضل باقية وعايشة، يعني على مدار السنين بتتحدث عن هذا النجم الكبير الفنان اللي رحل عن عالمنا لكن أعماله بتفضل باقية. أنا دلوقتي بكلمكم عن النجم الكبير عزة أبو عوف، واللي يعني توفى في سنة 2019، فاحنا النهاردة بنتكلم عن الذكرى الرابعة لرحيله. الحقيقة أنه الفنان عزة أبو عوف كان فنان متعدد المواهب زي ما شفنا من البداية، يعني موسيقى وتمثيل وحتى اكتشاف النجوم، وكانوا دايما بيحكوا القصة الشهيرة الخاصة بالنجم محمد فؤاد وإزاي اكتشفوا في بداياته وكان سبب في شهرته والنجاح الكبير اللي حققه. والحقيقة انه يعني لو رحنا للتسعينات وشفنا بقى فيلم ايس كريم في جليم، وبعدها كان عدد من الافلام كشف المستور، حرب الفراوله، بخيت وعديله، طيور الظلام، افلام هامه كتيره ومسيره فنيه كبيره، ومسلسلات هواني وجاردن سيتي، ام كلثوم، جحا المصري، عباس الابيض في اليوم الاسود، واعمال فنيه كتيره جدا، لانه يعني هو ليه عندنا بصمه كبيره فنية لحد النهاردة جوه مصر وكمان في الوطن العربي. احنا بنحتفي مع حضراتكم بالذكرى الرابعة لدكتور عزة أبو عوف. معانا دلوقتي على التليفون دكتورة ميرفت أبو عوف، شقيقة الفنان الراحل عزة أبو عوف. مساء الخير على حضرتك وعيد أضحى مبارك. ويمكن وأنا بتكلم عن الفنان الجميل عزة أبو عوف عمالة أفتكر مشاهد من أفلام وأفتكر أعمال كتيرة اتعلقنا بيها واحنا صغيرين، ولما كبرنا وبنتفرج سينما ومسرح وتلفزيون، مسيرة كبيرة ومشرفة الحقيقة يفتكرها كل مصري. شكرا جزيلا يا استاذة هدير على المقدمة الحلوة دي، ويعني كل سنة وحضراتكم كلكم يا رب يكون هو كمان بيعيد فوق كده مع حبايبه ان شاء الله. يعني ده بيبقى عزائنا. يعني عايزة أتكلم مع حضرتك عن المسيرة دي، وأنتوا كمان يعني في فرقة الفور أم من الأول وابتديتوا كده مع بعض، وكان عندكم حالة خاصة لوحدكم، والناس كمان بتبتدي تسترجع الفيديوهات الخاصة بيكو، بحس بحالة من النوستالجيا كده لما نشوف الكلام ده. ده صحيح الحقيقة، يعني الحمد لله يا رب هو سيرته عطرة جدا، والحقيقه يعني كمان مها الله يرحمها حصلته، فالحقيقه اللي يعني فقدانهم خلى يعني خلى معنى الحياه مختلفه تماما يعني. صحيح. وهم الحقيقه يعني زي ما هم حبوا جدا صبنهم، فالحمد لله يا رب انه ذكراهم موجوده، وهو هو كان حقيقي مختلف وحقيقي كشخص وكفنان وكموسيقي وكممثل بجد، يعني في ما فيش جزء من شخصيته كانت مش متميزه الحقيقه الحمد لله. يعني عيله فنيه كبيره اثرت الوطن العربي مش بس مصر باعمال فنيه كبيره، وحضرتك بتتكلمي عن كمان يعني مها أبو عوف اسم كبير، ويعني انا كنت بحس انه الجيل ده بعد ما يعني ابتدينا نفقدهم واحد ورا التاني، الحقيقه انه صعب قوي يعني نشوف حد في اماكنهم في الدراما وفي السينما. وكنت بقعد اسال نفسي، واحنا مين ممكن يعمل دور حسن حسني؟ مين ممكن يعمل دور عزة أبو عوف؟ وحضرتك بتقولي مها أبو عوف فعلا يعني قوه ناعمه مصريه بنتشرف انه احنا من بلد الناس دي. الحمد لله يا رب، يعني هي مصر ولاده ان شاء الله يا رب، ما فيش حد بيجي مكان حد، انما دايما بيبقى فيه يعني احنا حقيقي الحمد لله يا رب عندنا فنانين متميزين وعندنا اجيال بتيجي تاخد الخطى من الاجيال اللي قبلها بطبيعه الحال. طبعا صحيح. بيبقى الزمن مختلف، بيبقى التذوق برضو مختلف، انما في الاخر مصر ولاده يا رب يديمها علينا نعمه. يعني
أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وكل سنة وحضرتك بخير، ودايما نذكر قوانا الناعمة وفنانينا العظام في كل مكان بكل الخير والمحبة والسعادة، على قدر ما قدموا لنا بهجة وسعادة في أعمالهم ومحبة كبيرة لعملهم، اللي أكيد بيها اكتسبوا المحبة دي والمكانة الكبيرة جوه قلوب الناس. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الدكتورة ميرفت أبو عوف، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا.